بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الأخوة وأيها أيتها الأخوات، أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أيضا نستأنف لقاءتنا للحديث عن مسلسل جدل الذي سبق وأن تكلمنا عنه، والذي يتكون من أربعة كتب، هي كتب علمية وإيمانية. لما نقول علمية يعني أنها تعتمد على أسس علمية بحتة، وهي إيمانية لأنها يعني تستوحي وتوجد، أو بالأحرى تظهر التوافق بين المنطق العلمي والمنطق القرآني، فترى أن كلاهما العلم والإيمان يعني يكاد يكونون في جسم أو جسم واحد. العلاقة بينهما علاقة عضوية وليست مجرد علاقة يعني عابرة. ولذلك نستأنف حديثنا إن شاء الله، وكنا قد بدأنا وتكلمنا، ربما أيضا بدأنا تدريجيا في الجزء الأول الذي هو يعني عنوانه ضخامة الذرة وصغر المجرة، وكما قلنا أن هذا العنوان يعني مستفز في شكله، وتكلمنا عن الذرة لماذا هو مستفز، ونقول ضخامة الذرة، ووجدنا المبرر أو المنطق الصحيح بأن الذرة ضخمة في تكوينها، في أبعادها، في حركاتها، وأن المجرة برغم كبرها الكبير الذي لا تستطيع عقولنا جميعا أن تستوعبه، هي أيضا ما زالت صغيرة بين المجرات الأخرى وفي العالم الكوني. الأمور التي نتعاطى معها ونتعامل معها هي أمور حقيقة نسبية، ولا تستطيع عقولنا المجردة أن تعرف معرفة ولو حتى لشيء واحد عن شيء واحد، وتعرف معرفة مطلقة، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى ذلك المستوى. والله عز وجل الذي خلقنا وخلق الكون قد جعل حدودا لمفاهيمنا وقدراتنا على الاستنباط والاستنتاج والمعرفة، ولذلك كل ما نعرفه حتى الآن هي علوم أو معارف نسبية فحسب. وسنتكلم اليوم عن المنظور الكوني. المنظور الكوني يعني في الكون يعني مكونات الكون المادية، والكون ككتلة ومادة وزمن ومكان وسنن، أو نقول قوانين بالفيزياء، ولكن السنن التي تسيره وتتحكم في تسييره، يعني بحيث يكون هناك انسجام تام، انسجام لا يعني يكون فيه خلل. وكما تكلمنا أيضا أنه مثلا كمثل فقط بأن الأرض تدور حول الشمس وتقضى أكثر من يعني تقريبا 940 مليون كيلومتر في السنة، في 364 يوما، وفي كذا ساعة. هذا طبعا موجودة، يقدر واحد يشوفها، وهذا موجود حتى هذا في الكتاب، وفي كذا دقيقة وفي كذا ثانية، أي أن الانضباط حتى قطع هذه المسافة الهائلة جدا يعني يكون مضبوط على مستوى الثانية. ولهذا السبب نقول أن صنعة الله عز وجل فيها إتقان كبير لا يقارن بما نتقنه نحن في صناعتنا. فالكون يعني كمادة، إذا أخذنا مادة ونحن نعرف عن المادة، علمنا الله وقال لنا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني كيف خلقنا الله عز وجل ما نعلم؟ نعم، إذا أخذنا العناصر المادية التي تكون منها المادة، سواء في الأرض أو في الشمس أو في يعني في القمر أو في المريخ أو في أي مكان آخر في الكون، وفينا وفي خلقنا وفي الحيوان وفي النبات وفي الطير وفي السمك وفي الماء وفي اليابس وفي الأخضر، كلها مكونات محددة تسمى بالعناصر. لما نقول عنصر يعني أنه الشيء البدائي، يعني إذا قارن هذا باللغة فما هو عنصر اللغات،
الحرف، الحرف يعني يعتبر عنصر، وهذا في المادة أيضا لها عناصر، يتكون من عناصر، وعناصر يعني محدودة ليست مطلقة يعني إلى ما لا نهاية. والذي تم اكتشافه حتى الآن أو الذي تم التعامل الباحث الآن هي ما يزيد عن 100 تقريبا أو 120 أو كذا يعني عنصر الموجودة إلى الآن. وهذه العناصر إذا اخترت أن نشبهها باللغة، لأنه في اللغة يعني إذا أخذت حرفين يعني جابت لك يعني كلمة، إذا أخذت ثلاثة حروف تجي كلمة أخرى، إذا يعني في تكوين من الأحرف من 28 حرف نقول في اللغة العربية يعني تستطيع أن تكون يعني أو تؤلف ربما ملايين المجلدات، وهي من 28 حرف ماشي أكثر يعني. والقرآن من هذا الحروف، وال يعني علوم الفقه وعلوم الفضاء وعلوم العلوم الاجتماعية والعلوم يعني التقنية والفنية وكلها من هذا الحروف. وتستطيع أنك تعمل يعني أو يعني تقول بكل صراحة يعني بكل وضوح أنها تكون أو أن أي كلمات حتى ولو ماشي مفهومة إذا كتبتها بسبب اللغة من هذه العناصر فقط. وكذلك بالنسبة للكيمياء عناصر المادة، إذا قلنا أنها 120 ولا 100 وكذا 20 ولا يعني شيء هكذا، فإن منها كل المكونات الكونية كلها، الشمس والقمر والآدمي وكلها شيء كلها من هذه العناصر. ومنها مثلا تبدأ خلينا نتكلم بدي أمثلة واضحة وتشوف حتى الفرق. مثلا تقول الماء من ايش يتكون؟ يتكون من عناصر من الهيدروجين، ذرتين من الهيدروجين وذرة من الاكسجين. يعني معروف الهيدروجين والاكسجين، هذا يعني الاكسجين يعني يختلف عن كل عنصر يختلف عن الثاني في علوم الكيمياء، بانه العنصر الاول اللي هو الهيدروجين يتكون يعني ما تكلمنا عن النواة، يعني الذرة حقها تتكون من نواة، والنواة فيها بروتون يعني شيء له ثقل وفيه شحنة كهربائية موجبة، ومن النيوترون أيضا يعني في نفس النواة وهو أيضا له كتلة يعني له قيمة في الثقل، ولكن ليس له قيمة كهربائية لأنه محايد من الكهرباء، ولكن يدور حولهم يعني ما يسمى بالإلكترون، وهو صغير جدا لا يقارن بحجم النواة. وهذا الإلكترون يعني يدور بسرعة هائلة جدا، وفي نفس الوقت يعني لا يفتر عن الحركة. والإلكترون الواحد والبروتون الواحد، واحد موجب واحد سالب، يعني كون واحد زائد واحد ناقص واحد يعني بيكون صفر، يعني تكون لهذا المواد يعني تكون محيدة كهربائيا مع أنها مكونة من هذه الأشياء. لكن الأكسجين يعني فيه يعني الحجم يعني حجم أعتقد 16 يعني أو 16 في 16 إلكترون 16 بروتون يعني 16 أيضا نيترون. لكن الذي تتكلم عنه أنه الهيدروجين مادة تقبل الاشتعال يعني، والأكسجين مادة يساعدها يشتعل ويشتعل، كلاهما أدوات يعني حريق وأدوات يعني الهيدروجين والأكسجين. وأذكر بس بالمناسبة أنه كان زمان يعني في بداية القرن الماضي حتى في بداية تقريبا ما بدأت ما يسموهن بالمناطيد المنطاد، سمعت يعني بهذا، هذا عبارة عن شيء مثل ينفخ فيه من الهيدروجين تنفخ فيه، فالهيدروجين هو خفيف عندما يضخوا فيه يعني يخرج الأكسجين، لأنه يدخل حنوخيش يرتفع يعني يكون طالع، والأكسجين بعدها يخرج اللي فيه من ينزل ويخرج يعني الأكسجين، ويبقى غير الهيدروجين فقط ويبقى خفيف. فإذا بقي خفيف ممكنه أنه يشل أيضا أوزان، لأنه كبير المنطاد وكبير حجمه، فيشل أوزان يعني كبيرة لا بس. كان حتى في البداية كان تم النقل بين مثلا أوروبا وأمريكا بالمناطيد يعني بهذه الوسيلة، طبعا يرتفع هذا يخليه يرتفع إلى فوق، وبعدها يعني في هناك يعني حاجة صار العربية كذا يعني جلتوا فيها الناس وفي مروحة وكذا. المهم في شيء الذي يخليه يسوق يمشي، الرفع على المنضاد والآلة الثانية يخلينه يتحرك. ربما كان يأخذ له أيام لما يوصل من أوروبا إلى أمريكا، ولكن قد تمت حتى عدة رحلات وليست
رحلة يعني منها مثلا حتى أسمي مثلا منطقة تسبلن كان يسموه من ألمانيا تسبلن، وتسبلن هي أيضا منطقة في ألمانيا ولكن كان اسمه تسبلن. ولكن قلنا أن المادة الهيدروجين الذي مكون اللي في وسط المنطاد قابلة للإشتعال. فعندما كان سافر في إحدى الرحلات وبعدها من أوقفوا رحلة هذه المناطيد وصل بعدها يعني ينزل يعني ينزلوا تنزل تقريبا سلاسل هكذا الذي أساس يعني مثل ما في الباخرة تنزل يعني ما يسموها الأنكر أو اللي يرسي الباخرة في 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 البحر. فكان قد أخذ شحنات كهربائية وفي الجو يعني من السحب والاحتكاك بالسحب والكذا، والإنسان حتى بيأخذ شحنات كهربائية كلنا قد لامسنا هذا. فعندما وصل هناك ونزلت حق الفرامل نسميها بشكل سلاسل، مجرد أن التقت بالأرض يعني صار تفريغ كهربائي لأن قد هذا قد فيه شحنات كهربائية، وعندما صار تفريغ كهربائي وقعت هناك شرارة، وعندما وقع الشرارة حرق المنطاد وكانت هذه كارثة. وبطلوا بعد الرحل السفر بالمناطيد، وطبعا بعدها جت بعدها الطائرات والى اخره. فقلنا ان الهيدروجين يقبل الاشتعال والاكسجين يعني عامل ما يتم الاشتعال به، لكن لاحظوا بحكمه الله عز وجل ان اذا اجتمعوا العنصرين كونوا الماء الذي يطفي الحريق، وكل من مكونات هذه تحرك، هذا يحرق يحرق وهذا يحرق، لكن اذا اجتمعوا كونوا الماء الذي هو التركيب حقه يعني ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين يسموه H2O يعني في الكيمياء. هذه وخذ على هذا أشياء كثيرة منها مثلا الملح منها الكذا الكلور مثلا. الكلور يعني احنا نعرف حتى الآن يستخدم في التنظيف والكذا، هذا غاز غاز يعني نقول أنه خانق، وحتى كان استخدموه في الحروب الحرب العالمية الثانية وفي كذا وما زال يستخدم أحيانا، ولهذا في تحريم وقوانين دولية وذا ما يستخدموش الغازات السامة وإلى آخره. وإذا اجتمع يعني مع الصوديوم مادة ثانية أيضا في وأيضا يقبل يعني إذا اجتمعوا الاثنين كونوا مادة التي لابد للجسم أن يعيش بها وهي الملح. الملح مكون من يقولوا كلوريد الصوديوم يعني من الصوديوم ومن، فهذا طبعا سبحان الله إذا اجتمعت مادة بمادة يعني تعطي مادة جديدة، ويعني مش بالضرورة أنها يعني تحتفظ بوزنها بالأوزان تبقى موزون حق الثقل حق هذا وحق هذا، لكن الخواص يعني تنتهي يعني تكون مختلفة تماما. على كل حال إن شاء الله سنواصل حديثنا هذا في حلقتنا القادمة، وأراكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.